ونبه 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 ووسوس به وتثبيته وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشرفه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، أوصيكم وإياه بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حياكم الله جل وعلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلا. والله جل وعلا أسأل أن يظلنا ويظلكم تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في برنامجكم الرقية النافعة، والتي أسأل الله تبارك وتعالى فيها أن ينفعنا فيها بكل آية وبكل حديث نتقرب به إلى الله عز وجل، نصلح فيه أحوال العباد والبلاد، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا فيها الدعاء والرجاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وقفنا في الحلقة السابقة عند حب الله تبارك وتعالى والأنس بالله عز وجل
وقلنا أن رحاب هذه الأمة لن يستقيم لها حال إلا إذا اجتمعت على الحب والود والصفاء والنقاء، ونبذت الاختلاف، ونبذت الانقسام، ونبذت كل ما يبعد عن الله تبارك وتعالى. فمرمون هذه الأمة أو الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مراد هذه الأمة هو الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى في كل شيء، في كل شيء. لنقف فقط عند أحوال العباد في مس أو سحر أو حسد أو عين، ولكن في كل شيء. فقوامة هذا الدين تطبيقا وعملا وفعلا وقولا هو تركيبة متكاملة لا يختار منها الإنسان منا شيئا ويترك الآخر، بل إذا أخذ الدين أخذ كله. لابد أن تأخذ هذا الدين كاملا متكملا كما جاء على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحينما نقف على حقيقة مثلا السحر، ويسأل سائل، سألني سائل قبل أن أدخل إلى الحلقة، هل هناك علاقة بين السحر والقدر؟ وهل السحر يعني يغير القدر؟ هل السحر يغير الأقدار؟ فأقول إن السحر هو من القدر، السحر نفسه هو من القدر، والقدر هو الله، وكل مقاليد الأمور بيد الله. ولذلك قال الله عز وجل في آية السحر المعروفة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اسمع بقى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالله عز وجل أوجد صلة في هذه الآية ما بين السحر والقدر. فالسحر هو البلاء المنزل من رب الأرض والسماء، ولكن نزوله بقدر وعلومه بقدر، وعلمه الله عز وجل بقدر، أنزل به ملكين ببابل هاروت وماروت ثم ألزمهما الحجة. قال الله عز وجل حينما تعلمون الناس السحر: قولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فنحن نزلنا من الله عز وجل اختبارا، ولله أن يختبر عباده بما شاء وكيف شاء. ربنا له الحق أن يختبرك بأي حاجة، يختبرك بفتن المال، يختبرك بفتن النساء، يختبرك بفتن السحر والمرس، يختبرك بفتنة أي شيء، لأنك أنت عبده مسير بين يديه، ينطبق عليك حكمه وقدره. إذا شاء الله عز وجل عذبك، وإذا شاء الله نعمك، وإذا شاء الله عز وجل ابتلاك، وإذا شاء الله عز وجل رفع عنك البلاء. فهنا ما بين ذلك كله فليس لك إلا الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بقرب فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكاشف الله. وإذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله، في الخير والشر، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في العز والذل، كل لك الله. فهنا لماذا تقف على غير بابه؟ ولماذا تسأل مخلوقا سواه؟ ولماذا تضع في قلبك حبا غير الله؟ فهنا العلاقة الوطيدة بين السحر والقدر
السحر منزل من رب العالمين بقدر فيه ابتلاء وفيه فتنة للعباد، فمن وقع في هذه الفتنة فلا مناص منها إلا باللجوء إلى الله عز وجل واللجوء إلى كتاب الله تبارك وتعالى. فهي من الفتن الحالكة التي انتشرت في هذا الزمان، ولا مخرج منها إلا باتباع أهل العلم والذكر الذين يقفون على أسرار القرآن والسنة كما علمنا ربنا عز وجل، وننزل من القرآن ومن هنا للتضعيد، وننزل من القرآن يعني من للتضعيد من بعض آيات القرآن التي يقف عليها أهل العلم ما فيها أسرار الشفاء ودفع البلاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. فإذا نزل السحر بباب عبد وحل البلاء بباب عبد فاعلم أنه ما كان ليخطئك، ما أصابك لم يكن ليخطئك بل هو من قدر الله، فالسحر مقدرا مقدورا بيد الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكما قلت لك فإن لله أن يختبر عباده بما شاء وكيف شاء، فيختبرك بالسحر طارة وبالمس طارة وبالظلم طارة، ويختبرك بكل أصناف الفتن التي خلقها الله عز وجل تمحيصا للقلوب وتطهيرا للعيوب بين يدي رب العالمين. فأنت هنا موقوف على قدرية السحر أو المس لأن ذلك من القدر. ومن شروط إيمانك كما قلت لك قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من هم المؤمنون يا رسول الله؟ من آمنوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى الإيمان بالله بأن الله تبارك وتعالى هو المتنزل بصفاته وأسمائه عن كل شيء، بل بيده كل شيء، بيده مقادير كل شيء. الله كامل، الله نور، الله يملك كل الأشياء ويحركها بما يشاء وكيفما شاء. الله عز وجل قادر، قدير، حكيم، عدل، بصير بالعباد، يعلم السر وأخفى، يسير مقادير الأمور، وكل شيء خلقناه بقدر. سبحان الله تبارك وتعالى. فلما خلق الله السحر خلقه بقدر، ولما أنزل الله قرآنا يشفي السحر أنزله بقدر وعلمه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. يبقى لما يجي واحد مسحور ويجي رب يعلم أن الله عز وجل هو الذي أنزل السحر قدرا وأن الله هو الذي أنزل الشفاء قدرا، فلا يصيب الداء إلا دواء القرآن، داء السحر لن يعالجه إلا دواء القرآن. قدريتك بأنك تبتلى بالسحر لن يشفى إلا بقدرية القرآن في شفاء السحر. يبقى ما هوش روح لساحر عشان يفك للسحر. يا سلام، ده في واحد بيفك السحر وانت قاعد بس تدي له اسم امك عبر التليفون، تدي له بس تاريخ ميلادك عبر التليفون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الجهل وصل إلينا بأن سوفنا العقيدة وجعلنا الاستشفاء بالقرآن آخر محطة نصل إليها. أصل أنا عام رحت الآن القرآن ما نفعوش معي، لأنك أنت ما أنتش مصدق لله تبارك وتعالى. وقال بعض السلف أصدق الله أصدق الله أصدق الله وكررها ثلاثة. فإذا صدقت الله عز وجل عشت بين لطفه وعطفه، فإن شملك الله عز وجل بعطفه أعطاك ما لم تستطيع أن تقدره. كل شيء ما انتش مقدره ربنا يديهولك لو شملك الله بعطفه. وإن شملك الله بلطفه وقاك الله عز وجل من كل ما تحذره. أي شيء بتحذره بتحتذر منه ربنا عز وجل يقيك شره. طيب، يبقى ليه المحطات اللي احنا بنقضي بيها على واحدة عرافة طلعت، أو واحدة دجالة طلعت، أو واحدة قالت كلمتين على بعض الفضائيات، كل قدر تصل ما بها من علم، ما هذه المرأة بعلم من الكتاب والسنة تحقق من طبيعة العلم الشرعي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالعالم المتعلم الذي يجيد حفظ القرآن وتلاوة القرآن الماهر بالقرآن هو الذي يتنقل بين واحات القرآن وبساتين القرآن، يقطف من كل بستان زهرة ثم تشتم أنت رائحة الزهرة
فتبغض يبغض قلبك بريح القرآن والسنة، عبق القرآن والسنة. إذا شمل الله عز وجل قلب عبد بالقرآن والسنة فاعلم أنه طوق النجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيجب أن نقف وقفة مع الله تبارك وتعالى. لكل من يسأل هل السحر وغيره من القدر، طب يا عم الشيخ مش الرزق ده بقدر الله؟ طب ازاي ان واحد يعمل لي سحر؟ يا اخوانا ما هو السحر ده قدر الله. السحر متنزل في الآية 102 من سورة البقرة، ده قدر الله. وما يعلمان من احد الملكين اللذان نزل بقدر الله عز وجل، الملكان اللذان نزل بقدر الله عز وجل يعلمون الناس السحر. سبحان الله تبارك وتعالى، نازل بقدر ربنا. طيب والضرر نفسه، يبقى ممكن واحد يعمل لك سحر بس ما يضرش، يبقى بقدر ربنا، وما هم ضررين به من احد الا باذن الله. طيب اصابك السحر وشفيت منه، بقدر ربنا، ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. طيب ما بين شفاء، ما بين داء ودواء، ما بين مرض وشفاء، فانت بين مقدور الله، لن تفر من قضاء الله الا الى قضاء الله، ولن تفر من قدر الله الا الى قدر الله. يبقى في الاخر اعمل ايه؟ اقف على بابه واساله الا يطردني من رحابه. اللهم انا وقفنا ببابك فلا تطردنا من رحابك، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. دعاءك وجاءك الله عز وجل. اذا سالت فاسال من؟ طب ما انت عارفه وعارفه الله. واذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله. واعلم علم يقين ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعت الامه على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى حتى الخير المقدور، لو ذهبت الى ملك الملوك في الارض وقفت على اعتاب بابه، فانه لن يقدر لك من الخير الا ما قدره الله لك في اللوح المحفوظ. ولو انك خفت من سلاطين الارض، لن يصيبوك بمكروه الا بما قدره الله لك في اللوح المحفوظ. ولو اجتمعت الامه على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. عشان انت كده لو اصابك مصاب من الله قل فعلا، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ارى النهارده عجائب الامور، الانسان لما يصاب بسحر يقول لي يا مشير وده غضب من ربنا نزل عليا، هو ربنا غضبان عليا؟ اقول له لا والله ابدا، ان الله اذا حب عبدا ابتلاه. يقول لي لا، ما هو لو راضي عني كان رفع عني السحر، هو لو راضي عني كان شفاني، ما انا بصلي له. ويتكلم عن ربنا كانه واحد صاحبه. يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بقرب فان الفارج الله. وان الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب للعبد ما لم يعجل. وان الله عز وجل يحب الحاحكم في الدعاء، الحوا على الله. وان اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد تاثر فيه الدعاء. وان اكثر المواصل لاستجابه الدعاء بدر الصلوات الخمس. فانت ما بتصليش وعايز تتعلم بالقران ازاي؟ وانت ما بتصليش وما بترتعيش تقول اصل انا مصاب بسحر ومش عارف وعمال الف دي لي 15 سنه، تتعالج بالقران ازاي وانت بعيد عن ربنا؟ بل ان العبد المنصرف عن الله، ان الله عز وجل يشتت شمله، يتخبط بين السحره فيزداد سحرا على سحره. وكذلك قال الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، لانك انت بعيد عن ربنا. ونحشره يوم القيامه اعمى، قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ده احنا قلنا لك علاجك في القران والسنه، ده احنا قلنا لك ان السحر منزل من رب العالمين والشفاء منزل من كتاب رب العالمين، فانت مقدر لك انك انت تبتلى بقدر الله وتشفى بقدر الله. فلا تسال غير الله، ولا تقف على اعتاب غير الله، ولا تستجير الا بالله، ولا تستعين الا بالله. الله اكبر. فالقضيه قضيه خطيره جدا، قضيه عقيده. قضيه ان واحد يسال يقول لك هل السحر بيعطل الرزق؟ اقول له اه بيعطل الرزق. طب ازاي يا عم الشيخ مش الرزق ده مكتوب بيد ربنا؟ اقول له اه والسحر برضه مقدر بيد ربنا، فربنا هو اللي منزل الرزق وهو اللي اقدر في كتابه انك انت هتبتلى في الساعه الفلانيه عشان يتعطل الرزق. الله اكبر. يبقى الامور كلها ماشيه بمقادير الله عز وجل.
هو ربنا اللي خلق السحر، وهو اللي عنده اذن الضر، وهو اللي خلق الرزق ووكلك بالرزق، ووكل الرزق ليك، وهو اللي اصابك بالسحر عشان يعطل الرزق، لانك انت قاعد من ايد ربنا بيتصرف فيك كيف ما شاء، فانت لا حول لك ولا قوة الا بالله. يبقى لما تبتلى تعلم ان البلاء ما نزل بقلب عبد الا ليمحص الله قلبه. حتى ربنا عز وجل لما يوعد الناس بالتمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يوم ربنا يقول لك ايه؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هنا التمحيص اهو، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ربنا بيصرف العباد عشان في بلاء نازل، ربنا بيفرق عشان في بلاء نازل. بلاء نازل ليه؟ لان كان في ناس عايزه الدنيا، في ناس كانت الدنيا مزهزها في وشها، في ناس ظنت انها ملكت الدنيا. لكن الموضوع سنستدرجهم في استدراج من رب العالمين. كلنا يخشى هذا الاستدراج. الاستدراج ممكن يكون بفتنة، الاستدراج ممكن يكون بسحر. ربنا يستدرجك بالسحر عشان تنقص من رحمة الله، تخلص من رحمة الله. لو انت عندك ايمان تقول كده كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، الحمد لله على ما اعطى والحمد لله على ما اخذ، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يبقى ثوابت الايمان في قلبك هي اللي بتخليك تواجه مفتن الدنيا. لكن ان انا اخرج من ديني وفجأة ان امرأة تيجي عند المركز وتقول لي انا حافظة لكتاب الله ومنذ ان اتلبس بالسحر لم اركع لله ركعة، الله ايه علاقة هذا الامر؟ يا اخوانا مريض السحر بيصلي، الجن ليس له سلطان في الصلاة، لان احنا اساسا حتى لو حضر الجن على البدن احنا لا نتكلم مع الجنية ابدا، واي معالج يستفرق الكلام على الجنية هذه من خوالف العقيدة. ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما حضر النبي على مسلم جني قال له مين اللي بعتك وانت جاي ليه واسمك ايه والكلام ده. لكن ثوابت العقيدة تصحيح الايمان لك وللجن. طب ما هو سمعك، قل اوحي الي انه سمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. طب ما هو مخلوق زيك، طب ما هو في خطباء منهم وفي ائمه وفي حمل القران وفي منهم من يحج، لان الرساله نزل على الجن والانس. وما خلقت الجن والانس الا ليه؟ ليعبدون. يبقى هو مخلوق زيك، لكن منهم الفسقه ومنهم العتاة ومنهم المرضه ومنهم الشياطين والابلسه، زي برضو ما انت عندك في الانس. منا الصالحون، منا ناس صالحين، ومنا العلماء، ومنا الدعاة، ومنا الظالمون، ومنا الفاسقون، ومنا دون ذلك في شياطين انس امر ابليس بيتعلم منهم. والله العظيم في شياطين انس ابليس يقول لا 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 انت سبقتني في الحته دي، ده انت عملت حركه ايه يا نهار ابيض يا راجل، ده يخرب بيت مصنعك، ده انت ابليس نفسه. في شياطين انس ابليس يتعلم منهم في مظالمهم وفي تدابيرهم في المظالم. لكن ربنا عز وجل مش غافل، ربنا مستوي على عرشه، الرحمن على العرش استوى متكئ بجبروته وكبريائه، يعلم انكم غدا مقبلون على الله عز وجل، افعل ما شئت فانك غدا ميت، واظلم ما شئت فانك غدا بين يدي الله عز وجل، ودبر من تدابير الشر والخديعه والفتنه ما شئت فانك غدا ملاقيه، تقف بين يديه حاف عار ضعيف ذليل كيوم ولدتك امك، تسال عن النفير والنقير والكثير والصغير والكبير والقليل والكثير، فماذا انت قائل بين يدي الله؟ وهتقولي ايه انت بين يدي الله؟ هتموتوا والله، ورب الكعبه هتموتوا، ورب الكعبه لنموت، انك ميت يا محمد وانهم ميتون، انك ميت وانهم ميتون، كلنا نموت. ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، القصور والكراسي والاموال والتجارات والفلل والسيارات كل ده هيفنى.
ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. هتبقى مظالم اقوالك وافعالك وغدراتك والمظالم اللي انت عمال تشيلها فوق دماغك، رشوتك، سرقتك، نظمك، احتيالك، كذبك، خداعك، فتنتك، كل ده تسأل عنه امام الله تبارك وتعالى. يبقى كل مقادير الفتن في الارض مقدرة. اوعى تقول يا رب ده ازاي ده بيحصل، وازاي ده، ازاي احنا مسلمين موحدين بالله، وازاي انا طلب السحر، وازاي انا يجيلي كذا، وازاي انا الظلم، وازاي يا ابني مقدر. لو انكم تتوكلون على الله حق توكل لثبت الايمان في القلب، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كونية الفعلولة الكونية والقدرية، الفعلولة الكونية والقدرية كلها بيد الله. إذا قال للشيء كن فيكون. فأنت مضطرب ليه وتعبان ليه وزعلان ليه؟ أصابت سحر القرآن والسنة، أصابت مس القرآن والسنة، أصابت هم القرآن والسنة، أصابت فقر القرآن والسنة، أصابت بلاء القرآن والسنة. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، حديث النبي. بادروا بالأعمال يعني سارع بالأعمال، بالصلاة، بالدعاء، بالذكر في هذه الأيام الحالكة. تقرب لله بالصدقة ولو بالقليل، طلع ربع جنيه، نص جنيه في اليوم، ما بقولكش أكثر، رب درهمي سبق ألف درهم. تصدق الله، بادر، سارع، هكذا يقول النبي. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. يا الله يا الله، اللهم نجينا منهم يا رب. ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. يا الله، ده كان نصلي الفجر الصبح زي الفل وأنسى كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، برشوة، بشهادة زور، بفتنة، بأي حاجة، المهم يقول لك تغلبه لعبه وخليك في أهلاوي ومقطع السمكة وديلها. يا عمي القرش الأبيض بينفع في اليوم الأسود؟ يا عمي النهارده أجيبك هو اللي بيتكلم، طب بعد بكرة تلقى في مين اللي هيتكلم؟ عملك. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ثم قال النبي: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا أي الصحابة: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. يبقى انت بتروح عند السحر تعمل ايه ان شاء الله بقى؟ ده النبي بيقول لك: من ابتغى الهدى، من ابتغى الشفاء، من ابتغى الرجاء، من ابتغى الدعاء في غير هذا الكتاب اضله الله. يتخبط ويصرف فلوس كتيره جدا، وفي الاخر يرجع لمنطقه السحر، يعلم ان الله حق وانه لا يصرف عنه البلاء الا قدر الله والا الوقوف على اعتاب الله. طيب انا عايزك من النهارده تبدا تجدد الايمان، تجدد ايمانك. لما كنت بتصلي صلي بالله عليك، بادر بالاعمال، لان القيام على اعتاب ومشارف ان ياذن الله عز وجل بقيامها. والله العظيم، لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قامت القيامه يهرع الملائكه في ارض المحشر ويقولون: ان الله غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله قط. الله اكبر. يبقى القيامة تقوم لغضبة الرحمن. القيامة هتقوم لغضبة ربنا، مش شرط ان العلامات تتحقق، يعني شرط ان هل الله عز وجل هناك من اخذ على الله شرط بتحقق هذه العلامات؟ لا طبعا. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى ستقع الساعة؟ امتى هتكون الساعة؟ متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وماذا أعددت لها؟ أنت أعددت لها إيه؟ قال: حب الله ورسوله. فقال النبي: المرء مع من أحب. الله أكبر. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب من أحبك وحب من أحب نبيك يا ربنا. فعلا المرء مع من أحب.
فالرجل بيسأل النبي كيف تكون علامات الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة كحبات في عقد. عارفين العقد اللي فيه حبات؟ عارفين السلحة؟ السلحة فك كده السلحة ونزل اول حباية تتابعت سائر الحبات، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة كحبات في عقد، اذا انفرطت منها حبة تتابعت سائر الحبات نزل كلها. فاحنا مش مشروط على ربنا ان نحقق العلامات، لان قيام الساعة تقوم اذا غضب الرحمن غضبا شديدا من الظلم، من الفسق، من الرشوة، من الزنا، من شرب الخمر، من مبارزة الله عز وجل بالمعاصي، من عدم مراقبة ربنا في أعمالنا وفي أفعالنا وفي أقوالنا. ماذا نقول ربنا يوم نلقاه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا عاتبك ربك يوم القيامة وقال لك عبدي عبدي لماذا عصيتني؟ قل لي بس عذر واحد، عبدي لماذا هجرتني؟ عبدي لماذا برزتني بالمعاصي؟ ألم تعلم أني أنا الله؟ ألم تعلم أنك إلي راجع؟ ألم تعلم أني أنا ملك الملوك؟ ألم تعلم أني بيدي مقادير كل شيء؟ فتقول نعم يا رب. فيقول لك طب أنت عصيتني ليه؟ والحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال سيخلص الله يوم القيامة من بين الخلائق رجلا، وهنا لفظة الحديث في دباجة الحديث في شرح الحديث تلفظ عامة للرجال والنساء، سيخلص الله من بين الخلائق يوم القيامة رجلا، يبقى رجل أو امرأة، إلا ما كان خصص بلفظة الرجل للرجال أو بلفظة المرأة للنساء. أما إذا أطلق العنان باللفظة رجال يبقى يخص الرجال والنساء. سيخلص الله عز وجل من بين الخلائق يوم القيامة رجلا ثم ينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، على اخر ما تجيب عينك كده ينهار ابيض. السجل ده هنمشي عليه بايه؟ بعجله ولا ايه؟ هتركب موتوسيكل وتمشي مد البصر ده؟ ايه الصفحات بتاعته ازاي؟ جلدته ازاي السجلات دي؟ فينظر العبد فيقول الله عز وجل عبدي، ينظر العبد غدراته وافعاله، اعماله السوداء، كذبه، ظلمه، قتله، رشوته، اعتناؤه، تكبره، تعاليه، فيقول الله عز وجل عبدي أليست هذه أعمالك؟ أليست هذه غدراتك؟ أليست هذه أفعالك؟ أليست هذه أكاذيبك؟ أليست هذه ظلماتك؟ فيقول نعم يا ربه، هي يا رب. فيقول عبدي ألك عندي عذر؟ يا الله من أنا يا رب؟ حينما تسألني انت ليك عذر، مين انا؟ ده انت القوي، ده انت القادر، ده انت المهيمن، تفعل فينا ما تشاء وكيفما تشاء، بغير ان يسألك سائل. يقول لك عبدي ألك عندي عذر؟ تقول لا يا رب، او تقولي لا يا رب. عبدي أظلمك كتبتي الحضرة عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ لا يا رب، هي افعالي بصوت وصورة. معقولة السجلات هتبقى صوت؟ ايوه صوت وصورة. اللي خلى الانسان اللي ربنا خلقه عاملك صوت وصورة تشوف العالم كله وانت قاعد في بيتك، اليس الله بقادر؟ وحد الله قادر هيعمل لك سجلات صوت وصورة، تشوف المرأة اللي زادت فيها، تشوف كأس الخبر انت شربته امتى، تشوف الرشوة اللي انت مديت ايدك بيها، فين المرأة اللي زادت بيها اتكلت على الدنيا بيها، فين الرشوة اللي انت خدتها اتكلت على الله؟ كل شيء اتكل، بقى الاسم الذي تحمله، بقى الذنب الذي تحمله، بقى الحساب. طيب هتعمل ايه؟ ألك عذر؟ أظلمك كتبتي الحفظة؟ تقول لا يا رب. فشوف رحمة ربنا، ربما اطلع الله على قلب هذا العبد وهذه المرأة فعلم أنها فعلت السوء بجهالة بجهل، ولو كان في مقدور الله لو وضعت في بيئة طيبة لكانت على الرقي والإيمان، ولكن قدر الله عز وجل بصحبة سيئة ففعلت السوء بجهالة، وربما تابت قبل أن تموت. فقبل أن يتوب الله عز وجل بيعلمها بغدراتها وبأفعالها، أو يعلمه بغدراته وبأفعاله، بعدين يقول له تعالى بقى أنت ليك عندي حسنة، لا
لأن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. قد يكون ربنا اطلع إلى هذا القلب وهذا القلب يستحق الرحمة برب الواحد أو امرأة واحدة يوم القيامة. يقول تعالى لك عندي حسنة فيخرج له بطاقة فيقول يا رب وماذا تفعل هذه الحسنة بكل هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل عبدي أما علمت أنه لا يظلم ربك أحدا؟ أنا عمري بظلم حد يا رب، يا ربي نزداد حياء أمام عفوك وكرمك، يا رب نزداد ذلا نستزيد ذلا أمام رحمتك. شوفوا الرحمة، قل تعالى أنا بحبك عبدي إني لك محب فكن لي محب، أنا بحبك عايز أغفر لك، أنا بتلكك عليك، أنا بتمسح إن أنا أدخلك الجنة. وإحنا بنتمسح إن إحنا نصيب، وإحنا بنتمسح في أهل المعاصي، في أهل الرشوة، في أهل البغي، في أهل الظلم. ليه؟ وربنا أعظم من تحبه وأفضل من تتقرب إليه وأحن على العبد من الأم وولدها. يبقى أنت تقول غيره ليه؟ تقول له تعالى لك عندي بطاقة، يا رب ماذا تفعل هذه البطاقة بكل هذه السجلات؟ عبدي أما علمت أنه لا يظلم ربك أحدا؟ فيقبل على الميزان فترجح بطاقة لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل عبدي ما يثقل مع اسم شيء. طبعا الحديث أخذنا بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل الله عز وجل نلتقي في حلقة غد بإذن مولى تبارك وتعالى مع الأنس بالله والحب في الله وكرم الله عز وجل وإنشاء المولى. النهاردة طبعا خدنا الموضوع في استرسال، وبكرة إن شاء الله نكمل وندعو بكرة إن شاء المولى. ألقاكم في حلقة غد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وآله وأعذني فيه من الشيطان الرجيم ونمزه ونمزه ونفسه ونفسه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائه وخدعه وأمانيه وغروره